سيادنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في قناه المشاريع، قناه سيموشو. كالعاده سيموشو 07 كترحب بكم من قلب مدينه تمارا. يا سلام يا سلام، مدينه تمارا تزهو هذه الايام، ما شاء الله. مدينه المشاريع حظها حظ كبير ما شاء الله عليها، فاهلا وسهلا بكم. أشغال كبرى، أشغال آنية وأشغال عادية. أشغال آنية استقبال استعدادات لاستقبال جلالة الملك محمد السادس، وأشغال عادية توسعه شارع طارق بن زياد اللي غادي نشوفوه معكم في اتجاه مدينة قلب مدينة تمارا، وغادي نمشيو شارع محمد الخامس. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا، الجماعة كتقوم بواحد الدور كبير، عملية التنظيف وإزالة ما يمكن إزالته، وذلك استعدادا لاستقبال جلالة الملك محمد السادس. أجوا تشوفوا معايا حالة الاستعداد من التزيين والتجميل. هذا هو شارع طارق ابن زياد، وهذا الاتجاه هذا هو اللي كيأدي بنا لسيدي حيا زعير عين عودة. مشاهدينا الكرام، هذا الاتجاه هنا مدينة تمارا، شارع طارق ابن زياد. إذن عملية وضع الأعلام في مكان ديالها، عملية تزيين مشاهدينا الكرام من طرف جماعة تمارا، اللهم بارك وزيد في ذلك. كذلك مشاهدينا الكرام، كاين عملية التشوير الطرقي، كاين فريق التشوير الطرقي من بعد ما دار عملية صباغة أو وضع التشوير الطرقي، كيحيد هذوك لي بارير ديالو مشاهدينا الكرام. والان غتنطلق عمليه وضع الرايه، الدرابو، الرايه الغاليه علينا في المكان ديالها، عمليه تجميل. اذا مشاهدينا الكرام، خطوط التشوير هي تصاوبت، اذا غادي ننطلقوا شارع طارق بن زياد مشاهدينا الكرام، وغنشوفوا الاشغال تما اللي كاينه، ونخليو الجماعه كتقوم بالدور ديالها اللازم. يلا سيدنا، اللهم يسر ولا تعسر. اذا مشاهدينا الكرام، هذه الحله اللي صبحت عليها حاليا في هذا المقطع هذا ديال شارع طارق بن زياد، رائع. طروا فوا دو فوا، ثلاثة ديال المسالك في كل اتجاه، اللهم بارك. غادي نزور قدام وغنشوفوا الاشغال. اذا هنا واحد المدار، ها هو امامكم الدار هنا، فريق خط التشوير هما خدامين عليه حاليا، اللهم بارك. هذا مدار، يلا عاد صوب. هنا ايضا مدار اخر على طول الشارع. القرعه الدكاليه، هي الدكاليه، شوفوا ما شاء الله تعشيب الاشجار، اللهم بارك. جنبات كذلك روعه روعه. اجمل ما شاهدت في هذا الشارع هو هذه العمليه ديال التعشيب والاشجار. هذا راه ماشي النخل. شنو الراي ديالكم مشاهدينا الكرام؟ عجبكم هذا الشجر؟ جاوبوني، عطيونا الراي ديالكم، عطيونا التعليقات ديالكم حول هذه المشاريع التنمويه اللي كتعرفها المملكه المغربيه الحمد لله، خصوصا جهه الرباط، سلا، تمسنا، وتمارا. نعود ايضا عاوتاني الدار هنا، واحد المدار صغير هنا مشاهدينا الكرام، عمليه الهدم، السكن العشوائي او السكن غير مرخص. اذا ها هو امامكم، اذا مشاهدينا الكرام، عمليه الهدم ما شاء الله. مدينه تمارا ناضت لها نوضه وحده. كنتواجدوا في شارع طارق ابن زياد، هاد البلاصه تيقولوا لها النمسيه، معروفه باسم النمسيه، منطقه الثانيه او النمسيه مشاهدينا الكرام، النمسيه واحد. عمليه هدم السكن العشوائي. السلام عليكم، الله يعاون اخويا، الله يحفظك.
إذا السلطات ما معهاش اللعب تضرب بقوة وكتهدم السكن الغير القابل للسكن أصلا كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام. مازال هادو كلهم مازال باغيين يريبوا ليهم كلهم، هادو كيدخل في السكن غير المرخص له أو السكن العشوائي. إذا مدينة تمارا ما كتمزحش ما كتلعبش فعلا. إلا بغينا نزيدو القدام صراحة، إلا بغينا نزيدو القدام خصنا نعفطو على ريوسنا شي شوية ونبنيو سكن يليق بولادنا، باش إلا عندهم واحد السكن في المستوى العيش الكريم راه غادي يقراو مزيان وغتكون عندهم صحة مزيانة. خلينا من السكن ديال القطرة ولا ديال الطوبة ولا ديال الفيران ولا سكن عشوائي تقدر يريب لك في أي لحظة مشاهدينا الكرام. كذلك هنا كاينة أشغال ديال ممر أو مسلك خاص بالراجلين، للأسف كيمشيو عليه الناس، ما عرفتش العقلية كيشوفوا الناس هذا الشيء باقي خضر وكيتمشاو عليه. إذا هذا الشيء كل شيء هذا هو أمامكم، كل شيء غادي يريب حتى هذا الشيء، هذا الشيء كل شيء كل شيء مشات. إذا نخليو الأشغال هنايا وغنزيدو القدام مشاهدينا الكرام كاين ما يتشاف القدام. إذا نزيدو القدام أشغال تركيب أعمدة الكهربائية طار فريق نابليوم وليس لماليف، هادو كيبانو ليا نابليوم سميتهم نابليوم مشاهدينا الكرام. هذا هو فريق اورولوجيستيك ديبو ديالهم، فريق اورولوجيستيك هو الفريق المكلف، هو اللي تكلف لنا بتهيئات وتوسيعات هذا الشارع. ما شاء الله شوفوا معايا هكذا اصبح شارع طارق بن زياد، او التي يقولوا لنا الناس هنا شارع ساقيه الله اعلم. ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك يا سبحان الله، وكأن شيئا لم يكن. دوار جامايكا أصبح في خبر كان. هكذا الحياة مشاهدينا الكرام، الدوام لله. اغلب غالبية السكن اللي هنا العشوائي تم الهدم ديالو، الا من بعض البيوت اللي مازالين هنا كيف ما كتشاهدوا معايا مشاهدينا الكرام. هذه راه مؤسسة وقيلة مدرسة هنا، اذا هذه مدرسة هذه مشاهدينا الكرام ما عندها علاقة بالهدم، ولكن كنتمنوا التجديد ديالها والتحديث ديالها باش تصبح في حلة رائعة وجميلة جدا. كان هكذا تمت تسوية حي جامايكا من الخريطة. إذا الغالبية تم الهدم ديالهم، حتى هذاك الجزء الثاني تم الهدم ديالهم، اللهم بارك وزيد في ذلك. إذا مشاهدينا الكرام ما تنسوناش من لايك، هذا أخوكم سي محمد من قناة سيموشو 07 قناة المشاريع الملكية والعمومية بالمملكة المغربية. ما تنسوناش من لايك. إلى اللقاء يا أصدقاء، وتحية خاصة ساكنة تمارا ولمتابعينا داخل المغرب وخارجه. هكذا بغينا المغرب التقدم والازدهار رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. إلى اللقاء.